الدور التنموي للمرأة الأردنية في القوات المسلحة. ما هو الدور التنموي للمرأة الأردنية في القوات المسلحة؟ أولاً، التعليم والتدريب كمعلمات ومدربات في معاهد الجيش، العمل في الخدمات الطبية في مجال الطب والتمريض والصيدلة والمهام الطبية المساندة، العمل في الوحدات المركزية مثل القيادة العامة. نكتفي بهذا القدر ونتابع لكم في الحصص القادمة. نرجو منكم حل أسئلة الدرس صفحة 44 وبعثها عن طريق بعث الإجابة عن طريق الواتساب.